الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أكثروا من الصلاة عليه في مثل هذا اليوم وفي غيره. من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا، يعني على من صلى على النبي. وإذا صلى النبي عليك صلاة فهي لك سكينة، فما بالك بصلاة الله عليك؟ يعني الله تبارك اسمه يصلي على النبي، ويصلي النبي على المسلمين، ويصلي الله على النبي وعلى المسلمين. فإذا صلى الله عليك عشر صلوات، شيء كبر الله. أنا قلت هذا لما؟ لأنني أسمع كثيرا من المشيخات والوعاظ والخطباء إذا ذكر الله قال الله عز وجل هيك، الله عز وجل، سمعت شو قل؟ هي عز وجل، بس هو الظاهر من دربة لساني قال يعني أنه الرجل يعني ذلق اللسان فصار يعرف أنه عز وجل. شو بترطل؟ مش قادر تقول عز وجل؟ وأكثر الناس ومنهم العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام هيك بقول النبي صلى الله عليه وسلم شو يا أخي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه هذا دينه ترجو به أجرا وحسنة فأتمم كلمتك لتتم لك الحسنة والحسنة. قل يعني لا تقدم لله لثغة لسان ولا شطر كلمة، قل الله، لا تقل الله. أنا أقول لكم ليس من أسماء الله الله، اسمه الله. فمن دعاه قال له يا الله قد يستجاب وقد لا يستجاب. قال عليه الصلاة والسلام مرة ألا تعجبون لقريش؟ قالوا ما لها؟ قال تسب مذمما. كانت قريش من غيظها وبغضها للنفس الكريمة الشريفة محمد عليه الصلاة والسلام يأبون أن يسبون محمدا عليه الصلاة والسلام، لأنهم يرون إن قالوا محمد عليه الصلاة والسلام مدحوا، فكيف تسب من سبق وامتدحت؟ يعني أنت تقول محمد فامتدحت ثم سببت. فحتى لا يقعوا في هذا فكانت العرب تسب فتقول مذمما، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من قريش كيف يصرف الله عني أذاها؟ اسمع، قالوا بما؟ قال يسبون مذمما. اجلس يا حج عمي بعد اذنك. سمحت سؤال صغير. تفضل. لحمة الجمل لازم يتوضا اذا بده يوكل منها؟ توضا، خير لك ان تتوضا. توضا نعم. يعني لو ما توضيتش بجوز اصلي؟ لو ما توضيتش وكنت تعبان بجوز تصلي، ومن توضأ فهو حسن. كبروا الله. أين كنا؟ قالوا قال ألا تعجبون من قريش يسبون مذمما، اسمع، وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي بيقول صرف الله عني أذاهم، كيف؟ أنهم سبوا من؟ مذمما. فلا تطال المسبة ولا المذمة حتى تسمي الرجل باسمه. فإذا كنت أنت خالد فسب رجلا خلدونه سبك، وإذا كنت أنت خالد فدعا رجل خلدونه دعاك، ما دعاك، اسمك محمد. فجاء رجل فقال يا أحمد، تلتفت؟ دعا أحمد. في الناس محمد وأحمد ومحمود وحامد وحميد، صحيح ولا لا أخوان؟ فلن أستجيب حتى يقول يا محمد، مش إيه؟ فبالتالي إن كانت أسماء الله على رأسها الله ومنها الرحمن
فجاء رجل فقال: يا رحمن. هذا الرحمن، لأن الرجل أسقط الألف وقال يا جبر بدل الجبار، ويا رزق بدل الرزاق، يسقط الألف يستجيب له. ليس اسم هذا، ليس اسم الله، صحيح؟ طيب إذا قال الله وأسقط الألف شيء جيد؟